ما في أغلى من الصحة وما في أشهى من الأكل وما في أضعف من إرادتنا على السيطرة على شهيتنا أثناء الأكل. لهيك الأكل الصحي بيسعى له كتار للمحافظة على الصحة السليمة. إيت كلين مثل ما اسمه بيدل عليه، فكرة بتساعدنا على اختيارنا الأكل المناسب للمحافظة على صحتنا بأفضل طريقة ممكنة. لو تعرفنا عن حالك. اسمي باسل الدبس، أنا وشريكتي ألسي عزام بلشنا شركة إيت كلين أم إي. كل السنين الخبرة اللي جمعناها بشغلنا أكيد خلتنا نحس أنه هيدا الوقت المناسب نبلش شركتنا لإلنا. هل مشروع إيت كلين كان نتيجة تجربة شخصية لإلك ولألسي أم أنه مجرد فكرة؟ هلا اكيد من خبرتنا بالمكتب، كنا دائما نقعد بالمكتب ونحس انه بس الناس بدهم يطلبوا اكل دائما بيقولوا بليز اطلبوا اكل منيح لنا وصحي اكيد، فطلعنا بفكره انه ليه ما نبلش مطعم صحي اول شيء، فبلشنا نعمل نبرم بدبي ولقينا انه في كثير مطاعم صحيه موجوده حاليا ونحن ما كنا عارفين عنهم، فقررنا انه ليه ما نبلش ويب سايت وابلكيشن تجمع كل هول المطاعم بمحل واحد وتسهل للشخص انه يلاقي الاكل الصحي. لكن بس شو كان الدافع الرئيسي للبدء بهذا المشروع او لتاسيس الشركه؟ لإلي ولألسي من وقت ما بلشنا شغل حسينا انه الهدف الاساسي هو انه نفتح شركتنا لإلنا، وبنفس الوقت لاحظنا انه في طلب بالماركت لأكل صحي وما كان في أبليكيشن أو ويب سايت موجود بيجمع جميع المطاعم الصحية أو كل شيء صحي بدبي، فاستغلينا الفرصة إنه نفتح شركة بتفيد الناس وبنفس الوقت نحن نستفيد منها. شو بيميز إيت كلين عن غيرها من التطبيقات اللي موجودة اللي تقريباً عندها نفس الهدف؟ إيت كلين هي خاصة بالأكل الصحي وموجود عنا على الويب سايت والأبليكيشن سيرتش، فيهم الناس يدوروا دغري على احتياجاتهم الصحية، فمثلاً إذا شخص عم بيدور على أكل هاي بروتين لو كالوري لو كارب أو فيجيتيريان فيه حتى بالسيرتش ودغري بتطلع له شو هن الأطباق اللي بتكون ضمن الاحتياجات الصحية تبعهم. هلا على الابلكيشن وعلى الويب سايت انتوا قاصدين تحطوا صور بعاليه الجوده وبشكل احترافي لحتى تشدوا العالم اكثر؟ اكيد. هلا مثل ما قلت لك انه الناس بحسوا انه الاكل الصحي هو بزهق او مش طيب، فمنجرب نجذبهم بالصور. كمان انا وشريكتي ألسي منروح شخصيا على المطاعم منجرب ناخذ الصور المناسبه واللي نحن منحس بتجذبنا. هلا انت مثل ما قلت لي انه عم تعرضوا الاطباق الصحيه للعالم، فهل عندكم الفريق المتخصص لحتى يتاكد وياكد للعالم انه عن جد هدول الاطباق صحيه لمصداقيه الموضوع؟ اكيد. فبنشتغل مع نيوتريشنست اللي بيتاكدوا انه كل الاطباق الموجوده على الويب سايت هن صحيه، بيروحوا على المطعم نفسه وبيتاكدوا انه كل الاطباق معموله بطريقه معينه. واذا بدنا نحكي ماديا كيف عم تقدروا تستفيدوا من هذا التطبيق من هذا المشروع؟ نحن بنستفيد من كل الطلبيات اللي بيجوا على إيت كلين، ناخذ برسنتج كوميشن على كل طلب، بس من البرسنتج كوميشن اللي نحن بناخذها الزبون ما بيحس فيها لانه بيكون نفس السعر الموجود على الويب سايت تبعنا مثل ما بيكون بالمطعم نفسه. سو وقت يفوت على الويب سايت فهون بيفوت الشخص على الويب سايت eatcleanme.com، فينا بعدين نحط اللوكيشن هون مثلا نحط GLT، في الشخص يدور على التايب اوف فود اذا عم بيدوروا على بولز تشيكن مينز ديزرتس فينا نحط بولز هلا، بعدين نيوتريشنال بريفرنس حسب اللي عم بيدور عليه الشخص، ديري فري جلوتين فري هاي بروتين لو كالوري، هلا بنحط هاي بروتين ومنعمل سيرتش هون. هلا بتبين لنا كل البولز الهاي بروتين الموجودة على الويب سايت، كمان بنحط الكالوريز بروتين كاربز اند فات تبع الايتيمز كرمال الاشخاص يعرفوا شو عم يطلبوا وشو عم ياكلوا. فهون الشخص في وقت اذا نقى هيدا سلاد دغري بيحط على الاوردر. نعم بيحط على الاوردر ناو، وبعدين فيهم يحطوا اي سبيشال انستراكشنز، فمثلا فيهم يشيلوا نو انيونز بيزيد على الكارت، وفيهم يروحوا على تشيك اوت جو تو تشيك اوت، وهون بيتأكدوا انه طلبهم مزبوط، اذا بدهم يزيدوا كومنت فيهم يزيدوا كومنت هون كمان وي بروسيد تو تشيك اوت. هون بنحط اللوكيشن تبعنا ويبين لهم الدليفري فيه
والبيمنت ميثود فيهم يدفعوا اونلاين او كاش اون ديليفري and then they just place the order. اوكي طب ايد كلين بلشت بدبي صح؟ صح. ليش دبي؟ اكيد حاليا دبي عم تزدهر بالعالم كله وهلا عم نحس انه عم تتطور دبي بطريقه انه الناس عم يتعلموا اكثر عن الاكل الصحي فاكيد هيدا الوقت المناسب انه لقطنا الماركت لمن هي بس مبلشه. اذا بدنا نحكي عن اكثر التحديات اللي واجهتوها انت وشريكتك خلال هيدا الرحله شو فيك تخبرنا؟ اكبر تحدي لي ولشريكتي ألسي هو لما كان وقت نترك شغلنا الثابت ونبلش شركتنا الخاصه لنا. فكره انه اذا رح تنجح ولا مش رح تنجح هو اكيد تحدي بحد ذاته. اذا بدنا نطلع مستقبليا كيف بتشوفوا ايت كلين من هلا لسنه لخمس سنين او لعشر سنين خلينا نقول؟ نحن هلا صلنا سنه تقريبا عم نشتغل وفي كتير تقبل من العالم وحاسين انه في اكيد امل تكبر ايت كلين وبدنا نضم اشياء كتير بتضم الحياه الصحيه فبدنا يكون موقعنا هو الموقع الاساسي للحياه الصحيه وبعد خمس سنين او عشر سنين ان شاء الله فينا نساعد ناس بجميع انحاء العالم. بس اذا بدك تنصح الاشخاص اللي عم بيفكروا ببدء بمشروعنا الخاص مثل ما انت وقلت شريكتك فكرته وبلشته بس في اشخاص بعدهم ما بلشوا يمكن يكون عندهم خوف فشو بتنصحهم؟ نحن بننصح الاشخاص انه اول شيء ما يخافوا ياخذوا اول خطوه كرمال يبلشوا ومعقول يعملوا شيء يغير العالم. ومثل ما اشتغلت فكرتكم كيف توصف لي نجاحك؟ فالنجاح هي مش لحظه واحده بنحس فيها من وقت اللي تركنا شغلنا لبلشنا الويب سايت لجتنا اول اوردر فهي بتضل يعني بنحس فيها يوميا. أهم شيء الصحة والصحة ما بتنشر بفلوس إنما فينا نتحكم فيها من خلال طعم التمنة. إيت كلين تطبيق بيعرض علينا موائد أكل إلكترونية عبر الإنترنت بتصنف الأكل بأهين وأشهى الطرق وبتخلي طعم التمنة صحية من خلال أكلنا الصحي.